صحتك اش هزت؟ هدى مرحبا بيك. مرحبا بيك ملال ومرحبا بكل اللي يسمعوا فينا على راديو مات. اذا انت تويكا في سوق نابل؟ انا في مرشي نابل اليوم. جولتنا في قفتك اتهزت هزتنا المرشي نابل واختينا فكرة على الاسعار. ملال نبدأ بالخضر. اي الفلفل تعمل دينار 500 ودينار 800 والفين. الطماطم 500 و700 ودينار الكيلو. البطاطا ب 800 كيلو. البصل ب 800 والدنقمرة دينار 500. نقرع الاخضر دينار 200 ونقرع الاحمر دينار 800. الليلة الربطة دينار 200 واللي حد ياخذ بالكيلو ملال الكيلو ب 800. واضح. بالنسبة للكيوب 600 والبلل 500 الربطة. الباذنجان 2500. الخضار الورقية مع دنوس وسلق وكنافس ب 400 الربطة. الثوم الأبيض ب 10000 والأحمر ب 13 دينار الكيلو. القارص دينار و 380 الكيلو. فما أسعار ارتفعت وفما أسعار هبطت بالكدا زادة. ممكن منين هكاك؟ اي خاطر الفلفل مثال الفلفل رخاص، الطماطم زاد رخاص ب 800 كانت بدينار و200، القرع الاخضر زاد رخاص، القرع الاحمر بلوتو الاخضر ارتفع شويه السوم نتاعو. بلا فما حاجات ارتفع فما حاجات رخاص. ونمشي للغلال هذا. نمر للغلال منين؟ البطيخ الكيلو فم بدينار وفم دينار و200، الدلاع 600 كيلو، الخوخ فم 1500 و2000 بوطه بقايا والعادي دينار و200. بالنسبه للمسبات فما بدينار و400 وفما ب 2500. البنان الكيلو ب 3500. الفريز فما بدينار و200 وفما ب 1400. التفاح 8500. العوينه فما ب 2000 وفما ب 2500. وحب الملوك ب 7500. التوت الكيلو دينار و800. اللوز فما ب 12100 وفما دينار و500 كيلو. والدجل ب 6000 كيلو. واضح. كيف كيف زاد الغلال فيها اسعار مرتفعه واسعار هبطت زاد نفس الملاحظه. هكا ولا ايه؟ اللحوم تختلف. نمر للحوم منال. بالنسبه للدجاج الكيلو ب 4300. كالوب 9980 وباند 9500. بالنسبه للحوم الحمراء الحمل علوش 20 دينار الكيلو، الحمل بقري ب 19 دينار الكيلو، والمخلط 11 دينار و500. واضح. بالنسبة للحوت ملال السردينة ب 2000 فم ب 14100 وفم ب 2000. الشورو ب 2400. الكومبري ب 8000. الحمراية ب 10000. القاروص فم من 12 دينار حتى 17 دينار. الشوفريت ب 14 دينار. الكورفيت ب 50 دينار. الكلب البحر ب 21 دينار و500. الطن الكبير ب 10000. والبلاميت الكعبه ب 5000. القراد ب 8000 الكيلو. والتريليا زاده ب 8000 الكيلو. ملاء فماش فخوي دماغ اليوم؟ فماش شي قرنيل شي كلمه؟ بالاسماك كمان هذا الموجود اليوم. باه فوالا دونك الاسعار بدات تنخفض. بدات خاطر اليوم اثنين هو هنا السوق نهار اثنين ديما تلقاها رخيص يرتفع في الويكاند. فما حركيه ملاء اليوم مقارنه بالمارشي الاخرين اللي مشينا لهم. اليوم مشينا بالفما حركيه وفما ناس تقضي. واضح. فوالا دونك فما شكون يحب يدخل معنا هكا ولا؟ اي ملال معنا مواسنا اليوم مدام منيره باش تدخل معنا باش تعطينا عليها في الاسعار مقارنه معناها الاسبوع ومقارنه باول رمضان. واضح. مرحبا بك مدام معنا على راديو مات. مرحبا. مرحبا بك يا لالا. مدام كيفاش الاسعار غاليه ياسر اختي ياسر غاليه علينا. الحوت غالي، الخضرة غالية، الغلة العبد صرف 10000 ما عادش يلقاها. ياسر الدنيا غالية علينا. اي كي نشوفوا مقارنة بأول رمضان السما خفت شوية يا مدام هكا ولا؟ تريف تريف مش برشا تريف. اي تريف صراحة غالية علينا بالنسبة لمواطن عادي معناتها 10000 يصرفها ما عادش يلقاها. الحوت غالي علينا ما عادش نجموا ناخذوه. خلي الحم هذاك ما قال حد الحد العبد بقى كيفاش يعمل. واضح. بالنسبة للجودة نتاع الجودة نتاع السلع المعروضة الجودة باهية؟ اي جودة باهية، اما اللي باهية اغلى ديما. الباهي اغلى. البنان كعبتين يقول لك 4000 5000. كل شيء الباهي اغلى. المتوسط ما تنجمش تاكل خاصة العبد صايم. ما تنجمش تاكل. ماذا بينا نزيدوا هنا شوية. واضح. شكرا ليك مدام على التدخل نتاعك. هدى نرجع معك. عايش. وي منين؟ ودي اذا العبيد تتشكى الاغلبيه يظهر لي من ارتفاع الاسعار. مازالت الاسعار مرتفعه.
والله فما انا ذكري سالت معناها فما مواطنين سالت فما اللي قالوا انه في اول رمضان كان كانت الاسواق مرتفعه اكثر وتوا تحت شويه فما اللي راى انها ديما مرتفعه كل واحد كيفاش هي حتى وكان حتى وكان هبطت شويه على اول رمضان باقي مازالت مرتفعه الاسعار ان شاء الله ان شاء الله يلقاو حل الحكايه هذه بالنسبه للمراقبه هدى فما مراقبه حسب الـ 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 التجار الموجودين في السوق لا حسب التجار انا سالت المراقبه ما فماش معناها بلا دونك فماش مراقبين في مارشي نابل وي بالضبط شكرا ليك هدى كملنا جولتنا معنا اليوم ان شاء الله متلقانا في مارشي اخر ان شاء الله ميرسي بوكو هدى وصلي كانت معنا مباشره من مارشي نابل عطاتكم اهم الاسعار اللي طاحت شويه على اول رمضان اما مازالت مرتفعه هذوما هما اسعار الخضره اليوم اللي يمشي عبي قفتو يمشي لمارشي نابل الاسعار في المتناول هذه قفتك ايش هزت قفتك ايش هزت